بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن أعراض القولون العصبي، ولكن قبل أن نبدأ بالتحدث عن الأعراض يجب أن نشير أن مرض القولون العصبي مرض معقد جدا، وفيه عدد كبير من الآليات، تصل إلى 10 آليات تقريبا، منها الآلية المناعية، منها الآلية الهرمونية، هناك هرمونات موجودة في القولون، منها زيادة تكاثر البكتيريا، منها زيادة حساسية الأمعاء، منها خلل بالمحور الدماغي المعوي. فهناك في الحقيقة آليات كثيرة، ولكن لعل أهم آلية التي تسبب معظم الأعراض هي زيادة تكاثر البكتيريا وخلل في توازن البكتيريا. زيادة تكاثر البكتيريا في الحقيقة سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغازات، وهذا ما نفعله في الحقيقة عندما نقوم بعمل العجين. عندما نقول بعمل العجين، نضع العجين في وسط دافئ ورطب ومعتم، ونحضر له خميرة. هذه الخميرة شكل من الفطريات، هذا الوسط الدافئ والرطب والمعتم يساعد الخميرة على إنتاج الغازات، ونفس الشيء يحدث في القولون، فيتم إنتاج غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون. هذول الغازين خفيفا الكثافة، فيصعدان من القولون الصاعد والقولون المعترض. أحيانا تنحصر هذه الغازات بسبب وجود زاوية حادة، يعني القولون ليس كما يصور دائما أنه زاوية قائمة، لا، ممكن يكون في زاوية عاملة مثل اليوترن، تمام؟ فتنحصر الغازات في هذا الطرف، وأحيانا عند التقاء القولون المعترض مع القولون النازل برضو تنحصر الغازات، بسموها هي الزاوية الكبدية والزاوية الطحالية، فتسبب نخزات ويشعر بها المريض عندما يتحرك، لأنه مع عملية الحركة تصعد الغازات وتتجمع هنا ولا تسير، فبتسبب نخزة هنا أو نخزة هنا، يجدها العداؤون الذين يعانون من القولون العصبي أو من هو متعود على المشي. في معظم الأحيان تتجمع الغازات في القولون المعترض فينتفخ القولون المعترض. انتفاخ القولون المعترض سيضغط على الأعضاء في الأعلى. لعل أهم عضو على الإطلاق هو عضلة الحجاب الحاجز. هذه عضلة ضخمة عملاقة مسؤولة عن التنفس أثناء عملية الشيق، هي تنزل للأسفل، ولكن وجود كمية هائلة من الغازات سيجعل نزولها الأسفل صعبا جدا، وذلك يشعر المريض بضيق وصعوبة في التنفس بسبب عدم قدرة الحجاب الحاجز على النزول. على فكرة حركة الحجاب الحاجز مسؤولة عن دخول 75% من الأكسجين الذي يدخل في عملية الشيق، سبحان الله. أيضا انتفاخ القولون سيضغط على عضو آخر ألا وهو المعدة، وفي الحقيقة إنه ضغط القولون المنتفخ على المعدة من الأسفل نحو الأعلى سيسبب حموضة وارتجاع، وذلك كثير من مرضى القولون يشعرون بهذه الحموضة والحرقة في الصدر، وأحيانا الحمض يدخل في القصبات وفي البلعوم الأنفي خصوصا أثناء النوم، فيسبب حالة من الاختناق والسعال الشديد وحالة مخيفة جدا. أيضا يترافق القولون العصبي مع شعور بالغثيان وعدم الرغبة بالطعام، والسبب في ذلك أن المعدة فيها آلية دفاعية طبيعية، إذا ارتفع الضغط فيها أكثر من 25 سنتيمتر مكعب من الماء يحدث إقياء، لأنه بعض الناس شره أكل يأكل يأكل يأكل، طب إيش ينفجر؟ لا، ما ينفجر، عندما يصل إلى 25 سنتيمتر مكعب من الماء يحدث إقياء غصب عنه. الآن هذا الشخص مريض القولون العصبي لم يأكل فعليا، ولكن المعدة ارتفع الضغط فيها. لماذا ارتفع؟ أولا بسبب انتفاخ القولون أسفل منها، وبسبب ضغط عضلة الحجاب الحاجز عليها، فهي مضغوطة مثل الساندويتش. هذا الضغط يأتي من خارج المعدة وليس من داخلها، وهذا الضغط يجعل المعدة في ضغط حوالي 20-22، فيشعر الإنسان بالغثيان وعدم الرغبة في تناول الطعام. ليس هذا فقط، هناك عصب يعرف باسم العصب الحجابي، يأتي من الفقرات الرقبية 3 و4 و5 وينتهي في عضلة الحجاب الحاجز. وجود غازات كثيرة سبحان الله تحت عضلة الحجاب الحاجز سينبه هذا العصب على مسار العصب. هذا العصب حركي يحرك عضلة الحجاب الحاجز، وحسي ينقل الإحساسات من الحجاب الحاجز، ومن ثم يشعر المريض بآلام ونخزات على مسار العصب، أحيانا في القلب حتى تصل إلى جذور العصب. وإذا كثير من مرضى القولون العصبي يذهب إلى الطوارئ يعتقد أنه عنده مشكلة في القلب، ولكن الحقيقة هذا بسبب انضغاط العصب الحجابي. الآن انتفاخ الغازات بشكل كبير جدا سيؤدي إلى حدوث المغص، وهو شيء مشخص للقولون العصبي، وجود الألم التي ترتاح مع إخراج الخروج وإخراج الغازات. ببساطة القولون فيه ردة فعل، لكل فعل رد فعل يساوي في المقدار يعاكسه في الاتجاه، الغازات دفعت القولون بهذا الاتجاه، القولون تقلص. على فكرة القولون إذا قصيته بالمقص أو حرقته بالنار أو قطعته بالسكين لا يشعر، ولكن إذا نفخت بالون فيه أو غازات يشعر بألم شديد ويحدث التقلصات اللي هي تقلصات القولون المؤلمة. تجمع الغازات في القولون سيملأ
أيضا ليس القولون المعترض إنما القولون النازل، والقولون النازل يكون في وسط الحوض فيضغط على المثانة في الأمام، ولذلك من أعراض القولون العصبي حدوث أعراض بولية كثيرة، كثرة التبول، حرقة في البول، عدم القدرة على تفريغ البول، صعوبة في تيار البول وهكذا. أيضا من أعراض القولون العصبي انتفاخ المستقيم يضغط على الضفيرة العجزية في أسفل الظهر ويسبب آلام ظهرية شديدة، سبحان الله. طبعا لا ننسى أن القولون يترافق مع اكتئاب وقلق وتوتر وخوف ووسواس وما شابه. السبب في ذلك أن الناقل العصبي السيروتونين يجب أن يكون مرتفعا، وإذا انخفض هذا الناقل العصبي في الدماغ يحدث مثل هذا القلق والتوتر والخوف والوسواس وما شابه. الجدير بالذكر أنه وجد أن هذا الناقل العصبي السيروتونين يصنع في الدماغ بنسبة 5 إلى 10% ويصنع في الأمعاء أو في الجهاز الهضمي بما في ذلك القولون بنسبة 90%. فالقولون المريض الذي فيه خلل والذي فيه نقص في العناصر لا يستطيع صناعة كمية كافية من السيروتونين، ومن ثم يترافق ذلك مع أعراض، ومن هنا سمي القولون العصبي. عرض أخير في الحقيقة يترافق ألا وهو الضعف الجنسي وضعف الرغبة، لأنه مع وجود القلق والتوتر والتفكير السلبي يزيد إفراز الأدرينالين والنور أدرينالين، هذين هرمونين يحطمان خلايا الجسم من أجل توليد الطاقة اللي نسموهم هرمونات الطوارئ، ومن ثم لهما تأثير في عمل شت داون للتستوستيرون أو للهرمونات الجنسية، فيحدث نقص في الرغبة وضعف العملية الجنسية.